بعد أيام من سيطرة فصائل الجيش الوطني مدعومة من الجيش التركي على مدينة تل أبيض شمال الرقة التي كانت تستولي عليها ميليشيا قسد، يبدو أن رد الأخير على ذلك بدأ يصل للجيش الوطني على هيئة سيارات مفخخة، وكأنها تقول لن ندع المنطقة تستقر. بالقرب من المركز الثقافي في المدينة انفجرت سيارة مفخخة في محيط مقر لفصائل الجيش الوطني، ما أسفر عن وقوع 5 إصابات ودمار في المباني المحيطة، حيث اتهم الجيش الوطني ميليشيا قسد بالوقوف وراء العملية. تفجير السيارة المفخخة في تل أبيض جاء بعد ساعات من تفجير مماثل بسيارة مفخخة في بلدة سلوك شمال الرقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وكما تل أبيض، وجهت فصائل الجيش الوطني أصابع الاتهام لميليشيا قسد بالوقوف وراء التفجير، حيث تأتي هذه التفجيرات تزامنا مع الاتفاق التركي الروسي الذي يقضي بانسحاب ميليشيا قسد من الحدود السورية التركية. في منطقة رأس العين وتحديدا في قرى المناجير وتل عطاش جنوبها، تعود الاشتباكات بين ميليشيا قسد وفصائل الجيش الوطني والجيش التركي. مصادر محلية قالت إن ميليشيا قسد أطلقت عددا من قذائف الهاون على أماكن سيطرة الجيش الوطني، ما دفعها بعد ذلك إلى الرد باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة.